الاستثمار الأجنبي اتراجع في مصر الفترة الأخيرة، ومؤشر إدارة الأعمال اللي بيصدره البنك الدولي ترتيب مصر فيه جه في المركز 120 على مستوى العالم. يا ريت نحاول نشوف القصور اللي حطينا في المركز ده ونعالجه. ما مش معقولة مستثمر يتهفف عقله وأمه تدعي عليه ويجي يستثمر عندنا وإحنا نضيعه من إيدينا وننددمه على اليوم اللي اتولد فيه. كفاية يعني إنه جه مصر، ويا ريت كمان مؤسسات ووزارات الدولة تبطل تاخد التعليم عندنا اللي في المركز الأخير في العالم كقدوة، وما تحاولش تقلده وتوصل لنفس مركزه، عشان إحنا مش ناقصين والله. حسب أرقام البنك المركزي المصري، فالاستثمار الأجنبي في مصر اللي كان حجمه السنة اللي فاتت 7.9 مليار دولار، ربنا وفقه واستفاد من الإصلاح الاقتصادي اللي اتعمل في البلد وتراجع السنة دي وبقى 7.7 مليار دولار، رغم إن سحر نصر وزيرة الاستثمار كانت متوقعة إنه يوصل ل 12 مليار، بس طبعًا دي وزيرة وما ينفعش ناخد على أرقامها يعني. عمومًا في جزء من التراجع ده سببه أمور تخص الاقتصاد العالمي، زي أزمة الأسواق الناشئة، وبالمناسبة دي نحب نذكر الاقتصاد العالمي إنه لسه عارف إن إحنا موجودين وبيأثر علينا حتى ولو بالسلب، مش مهم انا موافق يعني. المهم انه لسه فاكرنا اساسا وعارف ان احنا عندنا اقتصاد، كتر خيره. ده احنا نفسنا ما كناش عارفين ان عندنا اقتصاد والله. البنك الدولي بقى زي ما قلنا حطينا في المركز 120 على مستوى العالم في مؤشر اداره الاعمال. المؤشر ده بيغطي 190 دوله على مستوى العالم، وبيقيس 11 مؤشر فرعي بيساهموا في تحديد اذا كان عندك بيئه استثماريه جيده في بلدك ولا لا. المؤشرات ال11 دول هم سهوله اجراءات تاسيس الشركات، وكفاءة القوانين، والحصول على الكهرباء، وتصاريح البنى، وتسجيل الملكية، والحصول على التمويل، وحماية المستثمرين من الأقليات اللي بتحمل أسهم عددها محدود، وكفاءة النظام الضريبي، وسهولة نقل البضائع، وإجراءات الوقاية ضد التعثر، وإلزامية العقود المبرمة. كل دولة بتاخد ترتيب في كل مؤشر من المؤشرات دي، وبناء عليه بيتحدد ترتيبها في المؤشر الرئيسي. في الأول وعشان نكون منصفين، لازم نقول إن في قرارات كويسة اتخذت لتشجيع الاستثمار، زي مثلا تسهيل إنشاء الشركات، ونظام الشباك الواحد اللي بقى موجود دلوقتي، والمستثمر ما بقاش يضطر يلف على المباني والهيئات بورقه عشان يأسس الشركه زي قبل كده. احنا لحد دلوقتي عندنا مستثمرين مفقودين في مباني وزاره الاستثمار وراحوا عشان يأسسوا شركات من 10 سنين ولسه ما رجعوش لحد اللحظه دي. قرار تسهيل انشاء الشركات نقطه ايجابيه سهلت كتير على المستثمرين الحقيقه، وكمان قرارات تسهيل التمويل من البنوك، ده غير قانون القيمه المضافه اللي زود حصيله الضرايب. كل دي ايجابيات. طب ايه هي السلبيات بقى اللي مخليه مصر في مركز متاخر وبتقلل حجم الاستثمارات الاجنبيه؟ خد عندك بقى يا سيدي، احنا متقدمين الحقيقه في موضوع السلبيات قوي، فتلاقيها كتيره شويه. اول حاجه عدد الايام اللازمه للحصول على الكهرباء، ودي مركزنا فيها 96 على مستوى العالم، والمستثمر عندنا بيعيش هو ومصنعه او شركته حوالي شهرين تقريبا في الضلمه لحد ما يتعمي على ما تجيله كهرباء. وحتى لما بتيجي انتوا عارفين الكهرباء عندنا بتقطع كتير قوي، بنولع شمع دايما يعني تحس ان احنا في عيد ميلاد مستمر. بس الحق يتقال ان عندنا في مصر اماكن لازم تلاقي فيها كهرباء طول الوقت، ما بتتقطعش ابدا، زي اقسام الشرطه مثلا، عشان الكهرباء فيها ليها هدف نبيل وقومي وهو تعذيب المعتقلين. انما اي مكان تاني ممكن تقطعه عادي مش مشكله. ولو المستثمر متضايق ان الكهرباء توصل مصنعه متاخر وبتقطع ومش عاجبه، بدل ما يعمل مصنع يروح يبني اسم شرطه وهي هتجيله على طول ومش هتقطع. تاني حاجه لازم تتطور في مصر عشان المستثمر يفضل عندنا وما ينفدش بجلده، ده لو سيبنا له جلد ينفد بيه اساسا، هي النظام الضريبي في مصر اللي لازم يتطور، لان مركزنا فيه حاليا 159 على مستوى العالم، ده مركز سيء جدا. وللاسف الدوله عندنا ما بتهتمش قوي بموضوع مكافحه التهرب الضريبي، وما بتحاولش تتعب نفسها في مطارده المتهربين ضريبيا حتى لو عليهم مليارات، وبدل كده بتطارد المواطنين العاديين وبتفرض عليهم رسوم على الخدمات وبترفع عليهم الاسعار عشان تلم منهم اللي كان المفروض تحصله من المتهربين ضريبيا. حتى المتهربين دول ما بقوش بيحتاجوا يتهربوا دلوقتي والله، هم بيفضلوا موجودين عادي والضرائب بتتصالح معاهم وبتسقط مليارات من عليهم هم سايبين ايديهم. عندنا في مصر في النظام الضريبي في عدم كفاءه وكسل وفساد لازم يتغيروا لو حابين يكون عندنا مناخ جيد للاستثمار. تالت حاجه عندنا مشكله تاريخيه فيها هي نقل البضائع عبر الحدود والجمارك، ودي بقى مركزنا فيها 171 على مستوى العالم. الحقيقه احنا عندنا المستورد بعد ما ربنا بيوفقه وبيقدر ياسس شركه وبيفكر يستورد بضاعه او مواد خام من بره، الجمارك بتتلقفه على طول وتقول له انت فاكر انك عشان اسست شركه انك كده خلاص هتستورد وتستثمر وتشوف شغلك؟ امال احنا لازمتنا ايه في الدنيا؟ وبيفضل المستثمر يجري على ورق البضاعه اللي استوردها لغايه لما بينسى هو كان مستورد ايه اساسا، ويقعد يخبط دماغه في رصيف اليمين عشان يفتكر، وعلى ما الورق بيخلص بتكون البضاعه باظت او زهقت وانتحرت وترمت نفسها في البحر. واحيانا بيلاقي بضاعته في ايد موظفين الجمارك بيستعملوها استعمال شخصي عادي، يعني على اساس ان اللي يعوز الجمرك يحرم على المستثمر. الحقيقه ان قطاع الجمارك من القطاعات اللي محتاجه تطوير كبير اداريا، ده غير ان حتى المستثمر لو زعق له نبي وخلص بضاعته بتبقى بتكلفه عاليه جدا مقارنه باي مكان تاني في العالم.
العالم. رابع حاجة عندنا قصور واضح فيها هي جزئية إنفاذ العقود، وترتيبنا فيها 161، ودي بقى مسؤولية القضاء الشامخ اللي قضايا المستثمرين وخلافاتهم مع أي أطراف تانية بما فيها الحكومة بتقعد سنين على ما بيتحكم فيها، وحتى لما بيتحكم بتلاقي أحكام عمالة تلغي بعضها لحد ما المستثمر يدوخ من كتر الأحكام، وبيبقى مش عارف هو كسب القضية ولا خسر ولا اتعدم ولا إيه بالظبط. عندنا أمثلة للقضايا كتيرة اترفعت من أطراف معترضين على صفقات استثمارية فتقوم درجة قضائية تلغيها، وبعدين درجة تانية تلغي الإلغاء، وبعدين درجة تالتة تؤيد الإلغاء، أو حتة أرض بياخدها مستثمر وبعدين تتسحب منه بحكم قضائي، وعلى ما ترجع له تاني يكون خلاص بقى سنه كبر وتشل وما بقاش قادر يستثمر في الأرض دي أساسا، ويقرر يعملها تربة عشان يتدفن فيها ويعمل حاجة لآخرته. هو الحقيقة القضاء عندنا في مصر في حتة الاستثمار مش قد كده قوي، يعني مش موهبته يعني ولا غويها. القضاء عندنا تدي له قضايا سياسية ولا تظاهر ولا حاجة زي كده، وأنت تلاقي الأحكام نازلة زي المطر على المتهمين والمحامين والحاجب وأي حد حاضر الجلسة عادي. وأخيرا تسجيل الملكية اللي بيضطر المستثمر فيه يتعامل مع الشهر العقاري، ويفضل واقف في طوابير لحد ما حد من أهله أو سفارة بلده يسأل عليه أو يبلغ عن غيابه. مباني الشهر العقاري وغيرها من المباني الإدارية اللي بيتعامل فيها المستثمرين في مصر مش محتاجة تطوير بصراحة، هي محتاجة تتنسف من أساسها والله. طب هل هي دي مشكلات الاستثمار الأجنبي في مصر بس؟ ولو حليناها وطورنا أنظمتها الجمركية والضريبية والقضائية وغيرها الموضوع هيتحل؟ للأسف لا طبعا، احنا للأسف عندنا مشكلة أكبر بكتير ومش عارفين نحلها إزاي، وهي كلام السيسي عن الاستثمار والمناقصات اللي يودي في ده. فياريت يعني حد يقول له بلاش كلام عن الاستثمار بالذات، لأنه بيجيب نتيجة عكسية تماما عند المستثمرين. خليه يحاول يركز في إنه يبوظ أي حاجة تانية، يعني هو ما بيغلبش. قال إيه بقى السيسي في 2018 عن المناقصات اللي بتاخد وقت طويل، وخصوصا المناقصات الخاصة بأعمال تطوير في القطاع العام؟ قال لك بلاش مناقصات مالية ووقت يروح على الفاضي، إحنا نقعد مع الناس ونتفق معهم بشكل مباشر. إيه المناقصات هتوفر إيه يعني؟ كلام السيسي اللي هو أكيد فاكر إنه عبقري وملهم وبرا الصندوق، ببساطة بيدي انطباع عند أي مستثمر إن دي عزبة مش بلد، وإن مفيش أسس ولا قوانين ولا لجان فنية ومالية بتحكم المناقصات دي وبتدي الحق اللي يستحقه. لا، المستثمر بس يعدي يقعد معانا في مصطبة الرئاسة وإحنا عينينا ليه ونتفاهم معاه ونعمل له استثناء، وده طبعا بيسبب خلل كبير جدا في العملية كلها، لأن المستثمر اللي هياخد حاجة باستثناء ممكن تتسحب منه باستثناء برضه، أو غيره ياخد استثناء تاني أحسن منه، وده بيخل بقوانين المنافسة وقواعدها. وبمناسبة الاستثناءات والعزبة، هنلاقي إن صندوق النقد الدولي بذات نفسه بلغ الحكومة استغرابه وتحفظه على كمية الاستثناءات والنشاطات الاقتصادية اللي بتاخدها القوات المسلحة بالأمر المباشر من غير مناقصات ولا يحزنون، ده غير المزايا اللي بتاخدها دونا عن أي مستثمر أو أي مواطن. إحنا طبعا في مصر عارفين إن البلد بتاعة القوات المسلحة، يعني حقهم ياخدوا اللي هم عاوزين، وكفاية إن هم سايبيننا نعيش في البلد يعني كتر خيرهم. بس للأسف صندوق النقد الدولي مش فاهم النقطة دي. بدل الطرح الفشيخ اللي سيادة الرئيس قاله ده عشان الوقت ما يضيعش، ممكن جدا نعمل حاجات تانية توفر الوقت وما تحسسش العالم إن مناخ الاستثمار في مصر ميغة. ممكن مثلا بعد إذن سيادة الرئيس نطور أداء المؤسسات والجمارك ومكاتب الشهر العقاري زي ما قلنا، وندعم دور الرقابة والمشاركة المجتمعية، ويبقى فيه شفافية في العقود بين الدولة والمستثمرين، والدولة تراجع نفسها في قرارها اللي خدته بإلغاء حق الطعن على عقود الاستثمار لأي طرف غير الحكومة عشان تدعم الثقة. بس طبعا كل دي أفكار عادية ومعروفة في العالم كله، مش معقول الرئيس يطرحها، هو لازم يقول حاجة محدش قالها قبله ولا حد هيقولها بعده. دي كانت أسباب تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر الأعمال العام، واللي ممكن بشوية تطوير وتحديث لأجهزة الدولة وكفائتها وتنظيم العمل المؤسسي فيها، وإن السيسي يبطل كلام طبعا قبل كل ده، ممكن بكل ده الترتيب ده يتغير ويبقى عندنا نشاط استثماري حقيقي وطويل الأمد. بدل ما احنا بنفرح بزيادة استثمار مؤقتة بتحصل نتيجة كشف غاز أو خفض عملة بيجذب المستثمرين إن هم يجوا يستثمروا في الديون أو يشتروا أصول رخيصة ويمشوا، وإحنا حالنا يفضل زي ما هو وبيسوء كمان، والاسم إن عندنا لا مؤاخذة إصلاح اقتصادي. ونشوفكم على خير إن شاء الله.